بس الحكم صراحة أذانا اليوم. حلو. والله أذانا. يعني ربعنا مساء هادين. حلو. ووقف اللعب. توقع أداء اليوم نقطة ولا ثلاثة يسال بصراحة شو تقيم؟ والله فريقنا الشوط الأول أول ربع ساعة تعبان. حلو. حطوا عليهم بس نظموا صفوفهم إن شاء الله كريم الحين. ضيعوا اليوم. هاي الفرصة الأخيرة. يلا هذه قدامك. هذه فاول ما حسب. وبالتالي المنتخب الكويتي سيلعب مع الشقيق العماني، وبالتالي كل فريق يريد الوصول الفريق العماني ايضا. وهي كره ملعوبه له بدر مطوع، بدر مطوع، بدر حاول يعدي ولا حط فاول، حاول عامل على الاقل اعتراض، يعني اعتراض عامل فاول في الدقائق الاخيره ممكن يعني تحط وراه يصفر. خلاص 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 ما صفر لنا فاول علشان يبي يصفر ينهي المباراه، عطنا الكره وصفر بعدها. لكن ما عليه ما عليه، ما نقول هارد لك، نقول قلت لك ايضا 8 نقاط يكفينا التعادل مع المنتخب الشقيق العماني ونوصل الى الامم الاسيويه. انتهت المباراه و2-2 تعادل. نعم. اليوم جايين شفتوا النتيجة مو عاجبة الجمهور؟ أكيد عاجبة أكيد، لأن المدرب المفروض الفريق الأسترالي فريق كل عناصرك الأطوال، فالمفروض تلعب مع أرضي. صح. العب مع أرضي تاخذ الكرة، أما تلعب مع عالي أكثر كور ماخذينها هم. أه. فيفترض أن المدرب يكون فهم النقطة هذه ويلعب على الأرضي. خلي اليوم الكرات العالية يعني. طبعا طبعا أنت قاعد تلعب مع فريق أطول منك وأقوى منك جسمانيا وبالطول. فلعب مع باصات مان تو مان ارضيه تكسب الملعب. حلو. بعد هالنتيجه بصراحه حظوظنا بالتاهل الحين طبعا تقريبا 90%. حلو. لان تكفيك التعادل مع عمان. حلو. انت الحين النتيجه خاص منها، انت تعادل مع عمان الدش. حلو. بس طبعا ما فكر بالتعادل، فكر بالفوز. صح. فكر بالفوز، العب شوف خطه عمان والعب مع عمان على التعادل على الفوز وليس على التعادل، لان الفوز واهلك والتعادل اهلك. فالحمد لله النتيجه اليوم يعني تعتبر عادله. بعد هالمباراة والحضور العائلي اليوم خرج منتخبنا متعادل، شو تقول عن هالنتيجة؟ والله النتيجة المفروض الكويت فايز. حلو. يعني بس اللعب يعني كان في البداية ضغطوا علينا، ضيعنا فرص، ضيعنا فرص مسكوا النص. حلو. بعدين الكويت حاولت انها تغطي زين وهجمت ويابت جول. حلو. وبعدين هجمت مرة ثانية هم يابت جول ثاني، والجول الثالث اللي ضيع ضاع شات بالجول بس ضاع. نتيجة مرضية توقع؟ والله مرضيه. بعد هالمباراه انتهت اليوم، شفتوا المباراه حاضرين مبكر انتوا؟ اي والله من الساعه 3 احنا هنا، 3 الا ربع هنا. يستاهل الازرق؟ لا يهبل لعبه الحمد لله. حلو. شو تقولون بعد هالمباراه؟ والله لعبهم ان شاء الله يا ربي الله يوفقنا ان شاء الله مع عمان ونطلع. حلو. نطلع عليهم. ودكم نطلع نروح نهائي ان شاء الله؟ اكيد ودنا. حلو. اليوم اللعب شلون بصراحه؟ يهبل. حلو. يا ما شاء الله عليهم. بس ها بقول كلمه، اللي بيعسكر ما يعسكر بمصر. صح. يودونهم مصر واكلونهم فول علينا هنا وعلي، يسمون لاعبيننا ويجيبوننا، يودونهم من دول اوروبا. حلو. يلعبونهم حالهم حال دول الخليج. انتهت المباراه. انتهت وتعادلنا. اي والله يستاهل. من زمان جايين؟ والله من زمان. اي قبل المباراه بساعه ونص تقريبا. حلو. مع الاهال. حلو. يستاهل. اي وان شاء الله مبروكين منتخب الكويت نقطة ان شاء الله المباراة الجاية مع عمان. حلو. ناخذ 3 نقاط. حلو. التعادل اليوم كان عادل بصراحة. والله منتخبنا ضيع فرص. والله ضيع فرص وياتنا الاهداف اول 5 دقائق. حلو. مفاجأة طبعا الاهداف. حلو. وبس منتخبنا ان شاء الله لعب زين. حلو. شو تقول لهم حق لاعبين الازرق؟ والله اقول لهم منها الاعلى ان شاء الله وبيضتوها اليوم. انتهت المباراة واليوم الشباب الكويتيين مبدعين بصراحة. هالشغل العدل شجعته اليوم الازرق مبكر. طبعا احنا في اتحاد امريكا كنا دائما نكون مع الاتحاد، مع سوري فريق الكويت في منتخبنا الوطني، احنا يعني دعمنا له كبير وان شاء الله يعني ما شاء الله بيضوها اليوم ورفعوا راسنا كلنا. طبعا اول دقيقتين يابوا علينا جولين لكن رجعوها الشباب يعطيهم العافيه وما قصروا. حلو. شو تقول لهم حق المباراه الجايه؟ اقول لهم شدوا حيلكم وان شاء الله ترفعون راس اسم الكويت عالي مثل ما احنا ان شاء الله كلنا راح نكون نسوي لكم سبورت وندعمكم. حلو. حتى بامريكا؟ حتى بامريكا ان شاء الله. حاليا المباراه بثت في امريكا وشبابنا بامريكا شافوكم وهم شبابنا هني بالكويت رافعين لافتات تقول كلنا معاك يا الازرق يعطيكم العافيه وشدوا حيلكم حق المباريات الجايه.